السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبتي، أهلا وسهلا بكم. كما عودناكم يعني نحب الآن نكمل يعني الحلقات ديالنا حول العلاج بالطب البديل، خصوصا العلاج بالمعادن والفيتامينات. واليوم غادي نشوف واحد المعدن مهم جدا، ولا معدنين اللي هما يعني ما يمكنناش نتحدثوا على واحد بلا ما نتحدثوا على الاخر، لاننا كنقولوا عليهم توازن، يعني كنسميو العلاقه ديالهم توازن، توازن البوتاسيوم والصوديوم. فشنو هو الدور ديال كل واحد فيهم، وكيفاش يعني او لماذا كنلقاو عندنا نقص في هاد المعدنين، وكيفاش كيمكن لينا نعوضوه. إذن أول حاجة نشوفوا شنو هو الدور ديال هاد المعدنين هادو. فأولا أن كل واحد كيأثر على الآخر، لأن كل واحد كيأثر على توازن الآخر. البوتاسيوم كيأثر على توازن الصوديوم، والصوديوم كيأثر على البوتاسيوم. فشنو هو الدور ديالهم؟ إذن أول دور من الأدوار هو أنهم هما كينظموا الضغط الدموي. اي خلل في الضغط الدموي اول حاجه كنفكروا فيها هو انه وجود يعني نقص او زياده في هاد المعدنين بجوج او في احدهما. هما كيأثروا على صحه العظام. كان عندنا واحد المضخات كتعمل على يعني تدفع الصوديوم البوتاسيوم الى داخل الخليه، وتتدفع الصوديوم الى خارج الخليه. وهاد الحركه هذه كتولد لنا واحد الطاقه كيميائيه كتقوم بتوجيه العمليات ديال ارسال الاشارات عبر الاعصاب. اذا فهاد يعني مما يدل على ان هاد المعدنين هادو مهمين لصحه الدماغ وصحة يعني الجهاز العصبي. كما أنها كتقوم بضبط أو بتنظيم تقلصات العضلات، وكيساعد هاد المعدنين هادو كيساعدوا الكليتين على القيام بالعمل ديالهم بشكل مناسب. وكذلك هاد المعدنين يساعدان على توليد الطاقة، وكيحافظوا على التوازن ديال السوائل في الجسم ديالنا. تعرفوا على اسباب نقص البوتاسيوم والصوديوم في الجسم. اولا بالنسبه لاسباب نقص البوتاسيوم، التقيؤ والاسهال المتكررين. اذا هاد التقيؤ والاسهال المتكررين يعني تيكون عندنا شي مرض، مثلا شي ميكروب دخل لك الجسم ديالك وتقيتي وجاتك شي اعراض ديال تسمم خاية بسيطه، ولكن مهم فيها تقيؤ وفيها اسهال. وتكرر هذه الحاله هذه كتؤدي الى نقص البوتاسيوم في الجسم ديالنا، وعلما بان البوتاسيوم هو اغلبه موجود في الخليه اكثر مما هو موجود في الدم. اذا التعرق المفرط، تناول المشروبات الكحوليه، تناول بعض الأدوية كمديرات البول ومضادات الحيوية، اضطراب في الغدة الكظرية أو الغدة الدرقية كيؤدي الخلل، اضطراب في الكلية كذلك، وكذلك وجود أمراض مزمنة في القلب أو مثلا مرض السكري، كذلك نقص في حمض الفوليك. أسباب نقص الصوديوم، اذا بالنسبه لاسباب نقص الصوديوم هي تقريبا نفسها بحال يعني نقص البوتاسيوم. فتاثير بعض الادويه يعني سلبا قد يؤثر على يعني موازنه الصوديوم في الجسم، لانه هذه الادويه هذه ممكن تاثر على وظائف الكليه وعلى الكبد وعلى هرمونات الجسم اللي كتساعد في توازن الصوديوم في الجسم، اللي كيقلنا الغدة الدرقية والغدة الكظرية. كذلك بعض الأمراض بحال فشل القلب واضطرابات الكلى والكبد، تعرض للجفاف المفرط، الاكثار من شرب الماء. إذن هذه أول مرة تسمعوها، لكن شرب الماء كثيرا قد يؤدي إلى نقص او لا نقص تركيز الصوديوم في الدم. لهذا فلا ضرر ولا ضرار، ما
نشربوا بزاف بزاف ديال السوائل الماء نجلسوا عاوتاني ونتعرضوا للجفاف. فدائما خاصنا نكونوا مضبوطين في هذه المساله هذه. ثم كاين واحد الحاجه اللي هي التغيرات الهرمونيه بالنسبه للنساء. بون اي تغير هرموني قد يؤثر في يعني تركيز هذا الماده في الدم او هذا المعدن في الدم. لانه هذه الهرمونات هذه يعني الهرمونات هذه كتفرز لينا شي حوايج اللي نيت فعلا كيساعدوا على المحافظه على توازن هذا الصوديوم والبوتاسيوم والماء في الجسم. اذا فنهضروا على ماذا يحصل عندما يكون لدينا نقص في البوتاسيوم في الجسم. اذا فنقص البوتاسيوم في الجسم تؤدي الى ارتفاع ضغط الدم، كثره العطش، كثره التبول. بالمقابل يعني الا كنا كنعطشوا بزاف كنشربوا بزاف يعني كيكون عندنا يعني رغبه في الدخول الى الحمام عده مرات، اضطرابات يعني في دقات القلب، انتفاخات، الجسم كينتفخ. وربما كيؤدي الى الم في البطن والى العياء والضعف العام. يعني عامه كاين واحد الضعف عام. نشوفوا الان ماذا يحدث عندما ينخفض الصوديوم في الجسم ديالنا في الدم ديالنا. اذا اول حاجه ممكن الجسم ديالك يعطيك بعض يعني اشارات على انه عنده نقص في الصوديوم. اولا الصداع، الاعياء، انخفاض في درجه الحراره، القيء، ضعف عام، الارتباك والتشوش الذهني، فقدان الوعي والدخول في غيبوبه. اذا فالنقص ديال الصوديوم ماشي سهل. فبالنسبه للناس اللي كيديروا ريجيم ديال الملحه يعني ضروري يديروا واحد شويه، يعني مره ياخذوا شويه، لانه النقص نتاع الصوديوم صعيب، اصعب بكثير من الارتفاع ديالو، يعني لانه عنده علاقه بالدماغ والجهاز العصبي ديالنا. نعم. نشوفوا الان حاجه اخرى. اذا كيفاش ممكن من بعد ما كنلاحظوا ان عندنا نقص في سميتو في نقص في البوتاسيوم وفي الصوديوم؟ اول حاجه طبعا الا كان اعراض اللي هي خطيره فضروري نمشي بنادم عند الطبيب وهو غادي يوجهه. ممكن حتى انه يكون يعني يمشي للمستشفى وينعس باش ياخذ يا اما محلول ملحي الا كان عنده نقص في الصوديوم، او لا ياخذ حقن ديال البوتاسيوم الا كان عنده نقص في البوتاسيوم، يعني ياخذو عبر الوريد. الا انه طبعا باش نعالجو اولا خاصنا غير نتعلمو كيفاش يعني التوازن ديال السوائل عندنا في الجسم ديالنا، يعني نقادو ما نشربو بزاف، ما نقصو الماء باش ما يوقع ليناش الجفاف، نبتعدوا عن الادويه ما امكن. يعني دائما ملي كيكون عندنا واحد المرض ونحاولوا نديروا داكشي اللي خاصو يدار في الدار. يعني شي حويجات بساطين، يعني مثلا ناخذوا المعادن ديالنا، مثلا نديروا الرياضه، نديروا واحد الغذاء مناسب متوازي قبل ما نلجؤوا للادويه. يعني الادويه نخليهم تقريبا هما الاخرين، خلي الجسم ديالك يبين ويعبر على العبقريه ديالو. فممكن الى قمتي بتاملات ويعني ارتحتي شي شويه ممكن، علاش لا، ممكن ان الجسم ديالنا يتشافى. ولكن طبعا اي حاجه اخرى غادي تاخذها عباره عن ادويه ضروري غادي تمشي عند الطبيب، وما تاخذش الدواء غير هكاك منك راسك جاركم قال لك راه نفعني هذا نوض ناخذه، لا. فكاع الادويه ديال المدره للبول والادويه المضادات الحيويه هادو يعني ايفيتي باش تاخذهم بوحديتك، دائما شوف الطبيب هو الاول. وطبعا لازم اننا نقادو الغذاء ديالنا،
مثلا نشربوا اللبن، ناكلوا الطماطم، الموز بالنسبه للبوتاسيوم، بالنسبه للخضروات الخضراء، الفواكه، مجموعه من الفواكه كلها فيها بوتاسيوم. والملح، بالنسبه للملح تاخذوا الملح اللي هو يعني ملح صخري او ملح بحري، وكيقولوا حتى الملح ديال الهيمالايا، ولكن المهم كنظن ماشي كلشي يقدر يشري ملح الهيمالايا. فالملح ديالنا بمقدار ملعقه ونصف يوميا كافي جدا 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 باش يعني نقاد التوازن ديال هاد الصوديوم في الجسم ديالنا. اذا نتمنى ما نكونش طولت عليكم، ما تنساوش يعني الاعجاب والمشاركه، وما تنساوش يعني مشاركه هاد الحلقه والضغط على الزر باش يوصلكم كل جديد. اذا تحياتي، معكم كوتش أمينة، وإن شاء الله إلى اللقاء في حلقة مقبلة. تحياتي.